السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. معكم كريمة، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فيديو مختلف على الفيديوهات اللي كنعمل دائما، مطبخ الكوزينة. غادي نخرجوا من هذا الروتين شويه، ولكن كيبقى دائما الكوزينة هي الاساس. هنايا غادي نشارك معكم الفلوق واحد الرحله اللي عملت من طنجه لكازا ومن كازا الى دبي الامارات العربيه المتحده. بعض الاخوات اللي يطلبوا مني بعض التفاصيل وبغاو فلوغات يعني في دبي. هنايا غادي نبدا معكم الفلوغ من طنجه، يعني من المحطه ديال القطار طنجه. انا هنايا جيت باش نقطع جوج ديال الاماكن، يعني جوج بلايص من طنجه لكازا. بالنسبه للثمن قطعت جوج، يعني من طنجه لكازا، ومن كازا مباشره كنشونجيو القطار العادي الى المطار. بالنسبه للثمن كما كتشوفوا هنايا عندي جوج بلايص، بالنسبه للثمن 548 درهم، قطعت باسبوع تقريبا. ملي كتقطع باسبوع كينقصوا لك 10%، الا قطعتي في نهار يعني كتبقى لك الثمن هو هو، يعني تقريبا كتجي لكل شخص كتجي تقريبا 275-270 درهم. هنايا يعني دازت تقريبا اسبوع، هنايا النهار الاولاني اللي ركبت فيه يعني من طنجه المحطه ديال القطار اللي كاينه في كازا. من تما كما قلت لكم غادي نشونجيو قطار اخر، تقريبا كتبقى بيناتو 40 دقيقة، حيت حنا ركبنا في الخمسة ووصلنا لكازا في 7:15، وكيجي القطار اخر من المحطة نيت، كتبقى تما وكتشونجي القطار العادي يعني ماشي السريع. حنا مشينا في القطار السريع يعني جوج ساعات المكانة تقريبا وعشر دقايق. بعد كما قلت لكم كنبقاو تقريبا واحد 40 دقيقة 45 دقيقة كيجي القطار اخر، هذاك اخر قطار اللي كيكون من المحطة ديال القطار ديال كازا للمطار محمد الخامس، هذا كيكون اخر قطار، ما كاينش قطار اخر بالليل، اخر قطار كاين بالنسبة بالليل يعني 8:37 كنا في المطار ديال محمد الخامس بمدينة كازا. هنايا كنا باقي شابرين الطريق كما قلت لكم، يعني ساعتين ديال المكانه دازت كطير، يعني دغيا الوقت كيزرب صراحه. بالنسبه للقطار السريع يعني بالنسبه للناس اللي كيكونوا مزروبين، بالنسبه للناس اللي كيكونوا مسافرين، يعني من الاحسن انهم يقطعوا قبل باش كتجيهم داك الخصم ديال 10% كما قلت لكم. هنايا غير واحد المقطع قصير لان كان قرب يطيح الظلام. صافي بعد ما دخلنا وقمنا بالاجراءات كاملين، يعني كنا غادي نسافروا حتى للصباح. هنايا صافي تقريبا دوزنا المراحل كامله، يعني دوزنا الباسبور، دوزنا الفيزا، دوزنا مراحل كامله. صافي هنايا كندخلوا في هاد الطريق هادي، هنا نيشان كندخلوا للطياره. صافي بعد ما كتكون دوزتي كلشي الباكاج ديالك، يعني داكشي بالنسبه للناس اللي كيسقسيوني على بي سي ار، يعني التحاليل ضروري خصك تعملو. بالنسبه للبي سي ار كتكون المده ديالهم 48 ساعه، يعني تينا مسافره مثلا الجمعه خصك مثلا الاربع في العشيه تعملو، الخميس كيخرجوا لك، الجمعه كيكون باقي عندهم المده ديالهم اللي هي 48 ساعه، هما كيطلبوهم فقط في المغرب. ملي كتوصل المطار ديال مثلا دابا انا مشيت لدبي، ملي كنمشيو لدبي كيشوفوا لك التحليله ديالك، ولكن ما كيشوفوا لكش الوقت. من بعد ملي كنوصلوا حنا لدبي او مثلا شي دوله اخرى عربيه انا ما عرفاش، المهم بالنسبه لدبي كتوصل كتعمل هما كيعملوا لك البي سي ار على حسابهم هما. صافي كتمشي في حالك، ومن بعد هما كيصيفطوا لك في النمره ديال التليفون واش ايجابي يعني واش نيجاتيف او لا بوزيتيف، هذا الشيء اللي عملوا معنا حنايا. هنايا كما كتشوفوا بعد ما طلعنا في الطياره انا جيت قريبه للطاقه، جيت مع الجناح ديال الطياره كما كتشوف معايا. هنايا كنصوركم كان باقي الصباح، يعني تقريبا هنايا كانت 8، حنا الطياره غادي تقلع مع 10، يعني ضروري خصك تمشي بكري. شوفوا يعني انا واخا عندنا الطياره في 10، ولكن اقل شيء خصك تكون في المطار في 5، في 5 ديال الصباح خصك تكون تما. يلا كدوز الامور ديالك، باش الا كانت عندك شي حاجه ناقصه ديك الساعه كتشوفها. المهم مسائل باش كتمشي دائما مزيانه خصك تمشي بكري. وهنا كانت 10 ديال الصباح الساعة اللي قلعت فيها الطيارة، هنا كانت باقي في الأرض باقي ما طلعت. شوية أنا غادي نوريكم الساعة اللي طلعت. هنايا راه بدينا كنطلعو شوية بشوية. هنايا أنا أول مرة كنركب الطيارة، وصراحة جاتني الركبة فيها مزيونة، يعني بزاف الناس كيقولوا لي عندك تخاف عندك عندك عندك، ولكن عادي يعني صراحة جاتني عادية. شوفوا واحد المنظر هنا اللي رائع، هنايا فوق السحاب، وكانت واحد القيلة، يعني الشمس كانت قوية 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 بزاف كما كتشوفوا معايا هنايا. هنا تقريبا دازت واحد ساعه د المكانه. صافي عطاونا قهوه، عطاونا واحد الكيكه. هنا كما كتشوفوا هنايا غادي نحاول نوريكم، هنا باقي لنا يعني دوزنا باقي لنا 5 ساعات ونص كما كتشوفوا معايا هنايا. هنايا راه المطار ديال كازا، والطريق نيشان جوزنا على القاهره. عاد وصلنا للبحرين، عندنا شونجمو في البحرين،
البحرين في المنامه، وكاين اللي كتكون عنده الطياره مباشره. هنا جات الساعه الغدا كانت الوحده، انا كنت نعاس صراحه لان كنا عيينا. عطاونا هنايا صراحه الماكله ديالهم كانت مزيونه بزاف، كاين جداد، كاين اللحام بالراوس، وكاين تما تحليه واحد لاموس بالشوكولا. انا هنايا عندي هنايا ديال يمكن ديال جداد، ما نعرف واش اللحم كنتش عاقله. المهم دينا جوج، واحدة ديال اللحم وواحدة ديال الدجاج. هذه ديال اللحم صراحه كانت ماكله مزيونه، وهذه واحد السلطه صراحه ما عجبتنيش. هنايا هذا كما قلت لكم واحد لاموس شوكولا كان مزيون، يعني الاكله كانت رائعه بزاف. وهنا كما كتشوفوا بعد ما دازت تقريبا واحد ساعه المكانه، انا جيت مع الجناح ديال الطياره، شويه عذبني في التصوير ولكن المهم كما كان صورت شويه. وهنا صافي قربنا للبحرين، صافي كما كتشوفوا طاح الظلام. صراحه يعني ما فوتنا القاهره شويه، صافي دخلنا للبحرين طاح الظلام، لان الوقت بيناتنا يعني السوايع اللي كيكونوا بين المغرب والبحرين ساعتين المكانه. هنايا وصلنا للمطار ديال البحرين، صراحه المطار ديال دبي ما صورتش مره، لان كيف ما وصلنا حنا كنجري وجري وجري باش توصل، خصك تعمل بي سي ار عاد تخرج من المطار. يعني صراحه ما صورت حتى حاجه في دبي، حتى هو المطار ديالهم رائع رائع بزاف، حتى ديال البحرين عجبني عجبني بزاف، يعني من كل شيء ديالو رائع رائع بزاف. هنا صافي وصلنا، كنمشيو مشينا نشوفو البوابه، البوابه اللي غادي نمشيو باش ندوزو منها باش عاوتاني نركبو في طياره اخرى، يعني باش غادي نشونجيو. عندنا الشونجمو تقريبا ساعه ونص، ولكن ديك ساعه ونص كتكوز دغيا ما كتعطلش. بالنسبه للبوابه كتكون في التيكي، واصلا ملي كتوصل كتمشي للطابلو كتشوف الطائره اللي كتكون ماشيه من البحرين لدبي. زعما اني مثلا بالنسبه للرحله ديالي انا، يعني كيكون كلشي باين، حتى بالنسبه للناس اللي غادي تمشي اول مره وما عارفاشي، يعني كلشي كيكون في الطابلو وكلشي كيكون في التيكي ديال الطياره، يعني كلشي كيكون واضح. صافي هنايا مباشره كيف ما مشينا ركبنا في الطياره، يعني نيشان كتبقى تستنى في الطياره، يعني حتى كتعمر الطياره كامله عاد ديك الساعه كتقلع الطياره. يعني تقريبا دازت واحد ساعه ونص ولكن دازت دغيا. عطاونا واحد الاكله خفيفه كما كتشوفوا، واحد الساندويشه خفيفه والماء. صافي يعني لان عندنا غير ساعه و24 دقيقه من البحرين للامارات، يعني ساعه ماشي حتى ساعه ونص مكموله، تقريبا ساعه وربع او ساعه وعشرين دقيقه. هنا كما كتشوفوا غادي تقلع الطياره من المطار ديال البحرين الى مطار دبي الامارات العربيه كما كتشوفوا معايا هنايا. الوقت ما هاشي شي وقت بزاف كما قلت لكم، دغيا دغيا وصلنا ان شاء الله. كنحس بالطياره طلعت شويه، كنحس بها هودت، يعني دغيا كتوصل. يعني كانت واحد الرحله واخا عملنا شونجمو ولكن ما كتحسش بهذاك الوقت، كانت رحله زعما مزيانه بزاف، ما حسينا لا بالتعب لا حتى حاجه، لان فعلا الطياره كانت مزيانه بزاف. انا هنايا كنحاول نعطي المعلومات اللي اول مره غيسافر، يعني واخا يسافر بوحدو ما يخافش، لان كلشي كيكون واضح كلشي كيكون باين. تقدر تسقسي اي واحد يقدر يوريك، يعني ما كاينش مشكل. صافي هنا كما كتشوفوا بعد ما وصلنا، صافي وصلنا لمطار دبي، خرجنا جينا هنايا نركبوا. صافي يعني جاوا مورانا، جات مورانا اختي وولاده جاوا مورانا ركبنا. صافي هنايا ماشيين في الطريق غادي نمشيو للدار. كما قلت لكم ما دركتش انا اللي نصور مره صفه نهائيا في المطار ديال دبي. هنايا دابا حاليا بالنسبه اللي كيوصل دبي ضروري كتدخل، يعني كتدخل من المطار، ومن ثم كتركب المترو كيديوك لواحد البلاصه فيه كتعمل بي سي ار. ولكن صراحه يعني دغيا دغيا داكشي بالزربه عندهم، ما كتعطلش بصفه نهائيا. بي سي ار كيعملوا لك ديك الساعه، كيعملوا لك التحليله ماشي تا دقيقه د المكانه. صافي كتمشي فحال هكا، تعطيهم غير الرقم ديال الهاتف، يعني الناس اللي انتي ماشيه عنده في الامارات، اولا مثلا انتي اصلا عندك نمره ديال الامارات. المهم انا عطيتهم النمره ديال بنت اختي. صافي يلا وصلنا للدار بشي ساعه المكانه، كيصيفطونا ميساج بالنتيجه ديال التحليله ديالك. صافي هنا وصلنا للعماره فين ساكنين، يعني طالعين في الباركين كما قلت لكم، يعني ما تعطلنا شي. بالنسبه لدبي وصلنا في 10:35 دقيقه ديال دبي، لان حنا ما بين المغرب وبين دبي 3 ديال السوايع. صافي يعني الوقت صراحه دغيا دغيا ما كاينش شي تعب كما قلت لكم، الرحله كانت مزيانه بزاف. هنا صافي واخيرا وصلنا، غير شني عيينا بالكلاس، يعني هادشي اللي هذا هو التعب اللي كاين، هو ديك الكلاس بزاف. هنا كنصور لكم الباركين. بالنسبه للمدينه اللي حنايا فيها مدينه عجمان، حتى هي مدينه مزيونه بزاف.
صافي هنا وصلنا للدار، لان صراحة كنا عيينا شوية كما قلت لكم بالجلس. وهنايا اليوم الثاني خرجنا بالليل، لان صبحنا نهار كامل وحنا ناعسين حتى الليل عاد خرجنا. هنا مشينا لواحد المول اسمه زاهية، واصلا ديك المنطقة اسمها زاهية في الشرقة، لان هي الشرقة وعجمان ما بيناتهم شي بزاف، يعني غير شارع بيناتهم. مشينا لهذاك المول، حتى هو المول مزيون بزاف، يعني كاين بزاف ديال الاماكن هنايا، بزاف ما يتصور، بزاف ديال الاماكن فيه تمشي صراحه. عندهم المولات بزاف اماكن مزيونه نقى صراحه، واحد الدوله اللي هي رائعه بزاف بزاف. كنتمنى لكل وحده تجي تزور هاد الدوله هذه، لان فعلا كتستحق الزياره، واخا كتكون شويه مكلفه، ولكن الانسان يعني ملي كيجي واخا كيخسر فلوس، ولكن صراحه يعني دوله كتستحق انك تجي ليلا وتسرى فيها. هنايا كما كتلاحظوا بعد ما دخلنا للمول اللي قلت لكم اسمه زاهية، غادي نعمل لكم واحد دوره خفيفه. صراحه ما كنتش عاوله انني نصور بالخصوص هنايا في المول، داك الشيء بعض المرات غادي يبانوا التصوير شويه ماشي ثابت، لانني كنت كنصور عادي، ما كنتش عاوله انني ننزل هذا الفيديو هذا كما كتشوفوا، يعني غير واحد المقطع صغير ماشي بزاف، لانه هو المول كبير بزاف وفيه بزاف ديال الاماكن. هنايا كما كتلاحظوا ها هو دين واحد المطعم هندي، وغادي يبان لكم هنا قبالتكم اسمه فيلي. ان شاء الله غادي نشارك معكم بزاف ديال الاماكن اللي كتستحق يعني تجيو ليله، وكتستحق انكم فعلا اذا جيتوا غادي تستمتعوا بها كيف ما استمتعت انا. هاد المطعم هذا اسمه فيلي، مطعم هندي كما كتشوفوا الشكل ديالو، الشكل ديالو انيق بسيط في نفس الوقت مزيون. هنايا حنايا طلبنا البرياني، البرياني بالدجاج، وكاين باللحم، كاين بالقمرون. حنا طلبنا بالدجاج وطلبنا بالقمرون، ولكن صراحه احسنهم هو ديال الدجاج، لذيذ بزاف. لي صوص اللي كيكونوا معاه حتى هو مزيونين بزاف كما كتشوفوا، حتى الطريقه ديال التقديم حتى هي مزيونه وعجبتني بزاف. هذاك اللي كيكون مغلف من الفوق هذاك غير واحد لاباط كيغلفوا بها، وحتى هي كتسنكل كتكون مدهونه بالزبده، حتى هي مزيونه بزاف كما كتشوفوا. مقدمينه مع البيض كما قلت لكم، لذيذ لذيذ بزاف هاد البرياني هذا، يعني برياني هندي كما كتشوفوا الشكل ديالو، يعني حتى الشكل ديالو مزيون عجبني انا الشكل ديالو. هاد لي صوص هادو حتى هما مزيونين كما قلت لكم. بالنسبه للاثمنه بالنسبه للناس اللي عايشين في الامارات، يعني ثمن مناسب 50 درهم اماراتيه بالنسبه للشخص الواحد كما كتشوفوا، يعني هذه كتسمى شخص واحد. بالنسبه للمغربيه كتجي تقريبا 120 درهم مغربيه، هي صراحه اثمنه مناسبه، يعني واحد يقدروا ياكلوا فيه جوج ديال الناس. هنا غادي نكون وصلنا اخر فيديو، الى اللقاء مع فيديوهات اخرى ان شاء الله.